ما حكم من كان يتكلم على الدعاء مع العلم أنهم يقولون إن هؤلاء الدعاء دعاة حزب وقد تكلم فيهم أهل العلم، هل يجوز التشهير بهم والتكلم في أعراضهم؟ والله يا إخواني، مسألة الاشتغال بالناس واشتغال فلان كذا وفلان فيه كذا، هذا ليس من شأن طلبة العلم، بل هو ليس من شأن العوام المسلمين، فكيف بطلبة العلم؟ الواجب أننا نتناصح ونتعاون ونطلب العلم ونترك هذه الأمور التي شغلت الناس وأحدثت العداوات والحزازات. من كان عنده خطأ يبين له ويطلب منه الرجوع إلى الحق، وإن لم يرجع يترك كيفه على نفسه. أما أننا نشتغل دائما بفلان وفلان وعلان ويكون هذا شغلنا، هذا الحقيقة ما هو هذا شأن الدعاة إلى الله. هؤلاء يحتاجون إلى دعوة، كيف يسمون أنفسهم دعاة وهم يشتغلون بعضهم ببعض؟ هؤلاء يحتاجون هم أنهم يدعون إلى الله عز وجل ليتركوا هذا الشيء وهذا الخوض الذي شغل الناس وأحدث العداوات والبغضة. الواجب أن المخطئ يناصح، فإن قبل النصيحة وإلا يترك، يترك هو شأنه ذنبه على نفسه. أما أننا دائما فلان وفلان واتركوا فلان وقولوا بفلان وسووا مع فلان، هذا لا يجوز. نعم.